السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، ولو حضرتك أول مرة تشوفني أنا الطبيب الصيدلي رباعي المؤهلات الدكتور محمد القفاص. عنوان الحلقة: قرص علاج المغص أو مضاد للتقلصات أبو 50 قرش. في ناس كتير جدا سألتني على البسكوبان أقراص. طبعا البسكوبان حاليا مش موجود، ولكن هناك منتج مماثل تماما نفس المادة الفعالة للبسكوبان موجود، وإنتاج نفس الشركة كمان أهو. البيوتاسيد أقراص هيوسين إن بيوتايل بروميد، بيوتاسيد أقراص هيوسين إن بيوتايل بروميد. العلبة شريطين ب10 جنيه، يعني الشريط ب5 جنيه، يعني القرص ب50 قرش. إنجلش بيوتاسيد، إنتاج شركة سيد. ما البسكوبان برضو إنتاج شركة سيد. ده أنتي ماسكارينيك، الهيوسين أنتي ماسكارينيك with central and peripheral action. عليكم السلام ورحمة الله. الجرعة بتاعته، شوف يا أحمد الراجل عايز إيه، الجرعة بتاعته قرص أو قرصين 3 مرات يوميا، ولكن هناك محاذير للاستخدام. مرضى القولون التقرحي، كذلك المرضى اللي عندهم جلوكوما، المرضى اللي عندهم جلوكوما، كذلك المرضى اللي بيعانوا من مشاكل في الجهاز الهضمي، عندهم انسداد سابق في الجهاز الهضمي، برضو محظورين من هذا الدواء. هذا الدواء متوفر جدا، بدل ما تقعد تدور على البسكوبان اهو. بيوتاسيد 10 مللي جرام، انتاج شركة سيد، في متناول الجميع. الشريط ب5 جنيه، يعني القرص ب50 قرش. دمتم يا رب بصحة وعافية. اللي محتاج اي سؤال، اي سؤال يكتب السؤال بتاعه ويكتب جنبيه محمد القفاص. يعني مثلا أدوية الميكروب الحلزوني جنبيه محمد القفاص، أدوية التينيا ويكتب جنبيه محمد القفاص، أدوية لعلاج الضعف الجنسي يكتب جنبيه محمد القفاص. هيطلع له مجموعة من الحلقات يشاهد منها ما يشاء، لأن الأسئلة متكررة. الأسئلة، واحد بيقول لي طب جرثومة المعدة موجود في القناة، طب عايز حاجة للتانية موجودة في القناة، عايز حاجة للضعف الجنسي موجود، عايز حاجة للتأخير موجود، عايز حاجة لإزالة الشعر موجودة، عايز حاجة كلوكال أنثيتيك أو مخدر موضعي برضو موجود في القناة. مواضيع كتيرة جدا، القناة فيها أكتر من 870 حلقة حاليا. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.